عندي مقطع للمدير الفني لوفاق سطيف وهو في غرفة ملابس النادي الأهلي بيحييهم وبيبارك لهم على التأهل. استاذ حضرتك نشوفها واخد اه تعقيب طبعا من حاجة حضرتك عليها. جميلة جدا. تعال نشوف. حلوة اللقطات دي، حلو طبعا لقطات الكورة الحلوة اللي تحب تقف عندها. أولا الماتش كله كان فيه روح رياضية عالية جدا، ده حقيقي. ودي حاجة ظاهرة كويسة قوي يعني. لما تبقى النتيجة فارقة وكبيرة مفيش ضغط على الفرقتين، أي. الروح الرياضية بتطل يعني، بتظهر يعني. لكن يعني بجد حاجة جميلة انك تبقى فيه روح رياضية حتى من الجمهور يعني. انا ما كنتش سامع قوي يعني، لكن اعتقد ان الجمهور برضو ما كانش يعني كان قابل بالموقف، كان بيحترم اداء النادي الاهلي يعني، وخصوصا في المباراة بتاعت الذهاب. صحيح طبعا، هو واضح من كلامه اللي انا بس عارف اسمعه، اتمنى حظ طيب للنادي الاهلي، وقال لهم انتوا قدمتوا مردود طيب، وانه اتمنى ليهم الفوز بالبطوله الثالثه الثالثة على التوالي. الثالثه على التوالي. واخر حاجه قال شرف لينا ان احنا قابلناكم النهارده. فدي ده كلام في كره القدم كله يعني، بيتحط تحت بند التقدير والاحترام، تبقى حاجه محترمه. هختم مع حضرتك بان انا اخد منك تعقيب على اللقطه بتاعت محمد صلاح ومؤمن من زكريا. اخد تعقيب من حضرتك، تعال نشوفها وحضرتك تقول لي رايك فيها ايه. يلا ماشي ماشي، هتوقع خدوا وقتكم مفيش مشكله يعني. هو يعني اعد لحد كام؟ يلا صادق، واحد اعد لغايه 100، اتنين حكي. جميلة، أحلى لقطة من فترة طويلة. أنا انبسطت جدا يعني، جبر خاطر، دعوة من صلاح، ترتيب صلاح، تذكرة والزيارة، وأنه يخش ليفربول أوضة اللبس، يعني دي حاجة لا يمكن تحصل. صحيح، مش في الملعب حتى كمان، ده في أوضة اللبس. لا لا، أوضة اللبس والنجوم، النجوم العالم دول اللي بيرقصوا فرحانين وبيحتفلوا بيه، والقيمة الإنسانية يا أخي، القيمة الإنسانية، الإنسانية دي حاجة حلوة جدا، حاجة عظيمة. وجبر الخاطر ده حاجة عظيمة. أنا بشجع ليفربول عشان صلاح، بشجع ليفربول دلوقتي عشان صلاح وعشان اللعيبة دي اللي احتفلت بمؤمن. بشجع ليفربول عشان فرقة بتلعب كرة حلوة، وعشان يورجن كلوب، وعشان الجمال طبعا اللي انا شفته النهاردة واللي مصر كلها شافته يعني.